ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا إلى أكثر من 240 قتيلاً مع استمرار عمليات الإنقاذ. وقد أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي استمرار جهود قوى الدفاع المدني للوصول إلى ناجين. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا في ساعة مبكرة الأربعاء إلى ما لا يقل عن 247 قتيلاً وفق ما أفاد الدفاع المدني الإيطالي. ويعتقد أنه لا يزال هناك العشرات تحت الأنقاض، وتتواصل الجهود للبحث عن أحياء ولإخراج الجثث في مناطق عدة وسط إيطاليا. ودمر الزلزال 75% من بلدة أماتريس الأثرية، كما قتل 86 شخصا بحسب رئيس البلدية، ولا يزال هناك الكثير من المفقودين. وهلل أفراد من فرق الإنقاذ في وقت متأخر من يوم الأربعاء عندما نجحوا في انتشال طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام حياة في إحدى القرى بعد أن ظلت محتجزة تحت الأنقاض لأكثر من 17 ساعة. وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي قد صرح عقب زيارته للمنطقة المنكوبة بأن عدد القتلى سيزداد، وقالت الهيئة الوطنية لعلوم الزلزال والبراكين بأنها قد رصدت وقوع 200 تابع للزلزال. وشهدت إيطاليا عام 2009 زلزالا في لاكويلا أسفر عن مقتل 309 أشخاص وشعر به سكان العاصمة روما، ويشارك أكثر من 4300 شخص باستخدام معدات ثقيلة وبأيديهم العارية أحيانا في البحث بين الأنقاض، ومعظم ضحايا الزلزال من الأطفال بحسب ما أعلنته وزارة الصحة. ومن المعتقد أن يزداد العدد الإجمالي للضحايا.